شو وجه الشبه بين المليون ليرة وستوري الانستغرام؟ قال الجواب بيقول انه الاثنين بيخلصوا ب 24 ساعة، لو احيانا الستوري بيكون نفسه اطول كمان. الله على هالاسعار يلي بالسوق، من وين بدكم بلش؟ طيب لنفرض بدنا نعمل المساء قاعدة متة وأرجيلة، تمام؟ علبة المعسل ب 20,000، علبة الفحم ب 25,000، علبة المتة نص كيلو ب 22,000، وأخيرا كيلو السكر ب 18,000. يعني 85,000 ليرة صارت بتكلفك هالقعدة الحلوة البسيطة. هي لسه ما حكيت عن فطور الصبح وعن غدا الظهر وعن باقي المصاريف. أنا ما بيزعلني والله غير وزارة التجارة الداخلية يلي قال هلا لسه بتنزل لائحة أسعار وما حدا عم بيرد عليها. لك حتى الدكان اللي فاتح تحت الوزارة ما عم يلتزم بأسعاره. وكل هالشي صار لأنه طار سعر الغالي. سمعانين بالغنية اللي بتقول تطير أنت بالعالي ما نوصل لك يا غالي؟ عم تتنفذ. وقديش اليوم سهل الحكي؟ يعني قديش سهل تقول بدي مليون لحتى اشتري فيها؟ تفضل طلع هالمليون إذا فيك. وآخ يا خوفي لسه مع الأيام تتعدل هالحزورة تبع المليون والستوري وتصير شو وجه الشبه بين المليون ليرة وغنية لأم كلثوم؟